هسه هيك احسن تو ستارت ذا فيديو. Everyone welcome back to my YouTube channel. You guys back. Hi guys. It's been a while. I swear it's been a while. لانه يمكن اخر فيديو ممكن تشوفوه نزل على اليوتيوب شانل تصور من كثير زمان. ودايما بقول ما حاختبر بس بقول لك طيب. So hi guys. Welcome back to my YouTube channel. So by the way حاطة من هيدا اللب السليبينج ماسك ما بعرف اذا شفته من النوم بس انه It's so good. أنا بحطه بالنهار. Anyways. مهم. إنه I'm back guys. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe to my channel if you haven't. لا نكمل الفيديو سوا. So let's go. Exams من like 3 days. إيه خلص exams من like 3 days. كان عندي midterms exams. They are doing really really well. I'm proud of the results. المهم. انه اليوم يوم الثلاثاء يس يوم اتس تيوزداي و حبيت انه بلش الويك من هون we're doing another week in my life my nails are done وهيك I'm starting a new fresh بعد الاكزامز وحيطلع it was a really hectic 2 weeks الاكزامز بس now I'm done so here we go بدي نام بعد المدرسة بعدين حكيوني نغم وفاء مش حكيوني حتى لقيتهم فايتين من الأوضة اجوا نغم وفاء فبحس في اثنان فقلت بلش الفيديو هون بقولكم شيء بما انه هيك صار لنا زمان مش حكيين عم بعمل editing للفيديو خلصت له editing بس ما عم بقدر طلعه من البروجرام وماني عارفة ليه انه اول مرة بصير معي هيك شيء ما عم بقدر طلعه من البروجرام مش مشكلة الايديتنج مشكلة ما عم بقدر طلعه من البروجرام فان شاء الله يزبط كرمال it's worth it هو شيء عن هول او شيء عن unboxing بعد ما نعرف شو بدي اسميه anyways انه ان شاء الله يزبط كرمال بدي انزل يوم تيوزداي بس يوم تيوزداي فا بتريو انه كتير برد والشتوية ما عم تخلص هون like literally ما عم تخلص بس it's okay I like it بس I don't like انه تكون هالقد برد يعني ما عم بقدر اتحرك بنهار ما عم بقدر اقوم اعمل قصص بالنهار ما عم كون انرجيتك بالنهار ف that part is not really good for me كنا المدرسة like 2 hours ago قعدت اكلت في البيبي are you ready? هاي هدي اقول لهم هاي like he's so cute he's so cute هاي قولوا هاي لبيبي هادي he's new to our youtube channel so hi هادي Hello. Hadi is here. اليوم حيفل. I have got to say goodbye to him. Mimi. عيد ميلاد أماني بعد لايك شي. Got this mug. Black one. كل ما أشوف شي black literally بجيبه خلاص. I like it. So جبت هيدا. وهذا سرقته من عند ماما. Anyways. Nails. What do you think? صار بدنا نريفل هلا وبدي اغير اللون بس حالي زهقانة منه فيا I feel fresh Oh hey guys you can see me Hello So مستغربين هيدي مش اوضتي انا هلا بأوضة اماني عملت كوفي وعملت كوفي وهلا اجيت على أوضة اماني بدي اعمل له ضفيرة ويب انا نيل ارتست انا بعمل ضفير الكل بس ضفيري ما بعمل انا بعمله انا حالي مثل ما قلت لكم هلا بنقعد نسمع شويه ميوزك على التي في هون وهادي نايم هون ويا صار من غار مني واشترى وحده مثل اللي عندي بالاوضه بينزل الفيديو اللي قلت لكم عنه تعولت الشي ان هول بتشوفوا انه جبت مثل هاي هاي ايفريون خلصت ضفير اماني هلا لا مش هلا من شوي صراحه بس كنت قاعده تشيلينج وعلى التليفون المهم انا بزين كثير درجه الحراره شي 6 لو 3 anyways المهم درجه الحراره شي 6 وكثير برد Hello guys, good mornings.
عم اقول جود مورنينج والساعة هلا تقريبا شي 3 الظهر. يس بس فقت اكيد من قبل وناو ام هير مثل ما شفتوا بالفيديو. ما عرفت ايش اسوي لما احكيكم هيك، بس انه اليوم عندي بارتي و ام سو اكسايتد. عملت اختي بعد لايك 2 دايز حطيت هيدا الفيتامين سي ماسك من حاسه بشرتي كثير محتاجه الماسك. حاسيته تعبانه كثير وكثير دي هايدريتد كرمال الشتا ودنيا وبرد، فالبشره بالشتا بتكون كثير ناشفه. شوف سبسكرايب تو ماي شانل اف يو هافنت. بما انه حاطه الماسك عم شويه مساج، لان كمان امبارح اكلت شويه ملح كثير سو حاسه فيه منفخه. باي ذا واي عم بشرب كوفي هون و هي جايز ام باك. اخر مره شفتوني كنت بالماسك، المهم لبست وخلصت وجهزت شو بدي البس. هلا مصلي من امبارح ما عارف شو بدي البس اليوم على بارتي. انيويز وهلا ام اون ماي واي مع اماني. لبست اماني رايحين بدي اعمل شعري وضفيري ونخلص كذا شيء كرمال يعني بعد مطولين للحفله. فايو بس ايه شيء كثير كومفورتبل، بحس حالي كثير مرتاحة و that's the best عن جد. يعني قد انه مش مهم كثير يكونوا حلوين على قد ما انه انتوا عن جد مرتاحين. بحس حالي ايه no matter شو كنتوا لابسين اهم شيء تكونوا مرتاحين فيهم. ويا انا مرتاحة اليوم. Guys I don't know if you can see me. هلا ما بقى قادرين تشوفوني ابدا. المهم انه خلصت من الصالون، عملت شعري وضفيري، اتركني a long time بس انا كتير جوعانه. عم اقول لها لاماني مني قادره ما بدي اتحرك من محلي لاكل. او جايز خلصت الميك اب ولبست، عملت شيء كتير سمبل وعلى السريع لانه عن جد مأخره ونسي الليبستيك بس مش نسيته يعني حاب احطه بعدين. ويا ذاتس ات ذاتس ثينج. هلا برجي كون شو لابسه ولسه انا كتير مأخره. وصلت على السيارة جايز، وصلت على السيارة وهلا رايحة و اتأكد الساعة مأخرة 45 دقيقة. طول شي كنت شو لابسة وكتير معصب من الموضوع بس انه جوعانة. بعدين مش قلت الميك اب وانا مش بدي اروح شيله على السريع من اللي طايقه حالي. المهم جيت اعمل ايس كوفي لانه بدي ايس كوفي يو نو امرات بدكم ايس كوفي لايك بدكم ايس كوفي. سو يب عم تصحى توكل شوي سو ليتس جو بي ماي ستاربكس كوفي. ستاربكس كوب اما عم بعمل بهيدي. بالنسبه للبارتي، البارتي ات واز نايس. كان كتير عجقة which makes me unnervous لأن ما بحب كون بين كتير عالم. والهالوين بارتي اللي رحت عليها كان فيها عالم أقل، كان فيها عالم بعرفها، بس هيدا البارتي فيها كتير عالم ما بعرفها و it freaks me out لأن ما بحب كون بين أشخاص كتار وأشخاص ما بعرفهم you know. أكيد بحاول إنه ما يوقفني هذا الشيء to communicate with others but still it makes me nervous. فا إيه فلت كتير، فلت بكير ما طولت. بس إيه إذا بدنا نحكي بال overall it was nice. I met some friends we had fun yeah that's it. كرا I have a really long day. قررت إنه هذا الفلوج يكون فلوج مش بس البارتي لحال، يكون فلوج of كذا شيء. بكرة عندي a really long day like a really long day. بكرة birthday party تعودة أماني، هي ما بتعرف أكيد بس أنا عم بتلاقيها surprise. أول كوفي done. It's over. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know
know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. رايحين أما كمان بدي أجيب الكيك وشو كمان بس نخلص الكيك بدي أروح أجيب لكم غراض وبيب رايحين على البارك اللي حنعمل فيها البيرثدي بارتي. أنا قلت لها ماما إذا في عجقة نروح نشوف البارك هلا إذا في عجقة لا لأن ما حدا مننا بحب كثير يكون في عجقة فإن شاء الله خير. Guys I need surgery. I was like this close mood. Oh, ما عارف ليه I'm taking this cool. الحمد لله ما صار شيء. كيف عم طرف ايام نزلت بالسيارة والسيارة عم تمشي الريان اجت تحت الدولاب اجت بالسيارة اجت كنت واحدة بالدولاب وواحدة تحت الدولاب وواحدة بالسيارة بس الحمد لله عم ميلس منظرها كان روعة انا عم صرف لكن سو خلصنا من المول و I got the gift وخلصت كذا شيء كمان وجبنا كوفي ويب رايحين هلا احلى شيء انه ما مشي حال البارك سو نحن نعملها بجنينة البيت احلى اصلا بعد جايز ذس از اوكي تفضل هيدا جايز ذس از ذا سيت اب هيدا الكيك ما بعرف حبيت انه اعملها يا ماربل انا عمان كثير بتحب الماربل وفي هدول الجولد ثينكس هون طيب الفيو بتسطل يعني واو يعني شرفت البرنسيسة ازاي تويو يا ايفريون اليوم اليوم الثاني ماما انا وماما هون وير هافينج هيك ليتل ووك هون المهم جينا على البارك اللي كنا اساس نجي امبارح ما مش الحال وهلا هي فاضي وذاتس ذا بيست المهم عم نتمشى انا وماما شوي ومرقت جبت كوفي عم بشرب كراميل ماكياتو فايه خلص من البارك اجي اروح على البيت ادرس و يب بعتقد بشوفكم بكره وبصور لكم شوي هون يعني